إذن نتابع معكم جديد الأسواق العالمية وتحديدا ما جاء في محضر الفيدرالي الأمريكي والإشارات القادمة مع ضيفنا من عمان سيد أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك على شاشة سين بي سي عربية. طبعا أشار كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التضخم مؤشر الإنفاق أشارت إلى تباطؤ واضح في التضخم الذي كان حديث الساعة في العام 2022، لكن صدر أمس محضر الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى استمرار مخاوف الفيدرالي بالطبع من مخاطر التضخم. إلى أي مدى ترى مخاوف التضخم ما تزال قائمة خلال هذا العام؟ نعم، أسعد الله صباحكم رولا وساري. بكل تأكيد أرقام التضخم قد سجلت انخفاضات من ذروة 9.1% إلى 7.1%، أقصد هنا طبعا على أرقام سنوية. بكل تأكيد أرقام قد أعطت الفيدرالي الأمريكي الراحة، الوقت الذي يبحث عنه بشكل دائم، الوقت الذي يعطيه الإمكانية للتجديد السياسة النقدية أو تخفيفها كما رأينا في الاجتماع الأخير، تخفيف الحدة التي انخفضت من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. لكن الشيء بالشيء يذكر، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة كان قد سجل تراوح بحول أرقام 6% طوال عام 2022. هذا قد يفتح الباب بأن الاقتصاد الأمريكي لم يتخلص من مكونات التضخم بشكل كامل، وأن الذروة وأن الانخفاضات من الذروة ما كانت إلا بسبب بعض الانخفاضات من المكونات، وأن هذا التضخم لا يزال راسخ على الاقتصاد الأمريكي. بالتالي أعضاء الفيدرال الأمريكي في محضر الأمس كانوا قد أشاروا إلى المخاوف لهذا التضخم، وقد ذكروا جملة رئيسية وجملة مهمة جدا بأنهم لا يريدون إعادة التجربة السيئة التي حصلت في سبعينيات العام، وذلك بتخفيض أسعار الفائدة بشكل سريع بعد الرفع للفترة الأخيرة. تخفيض أسعار الفائدة كانت قد أطلت على الفيدرال الأمريكي في السبعينيات وأعطت التضخم ارتفاعات بصورة كبيرة في الثمانينيات، وهذا ما يخاف منه الفيدرالي الأمريكي أن يعيدون هذه التجربة السيئة. نعم، لكن فيما يتعلق أيضا بالتباين في الآراء حول موضوع رفع الفائدة وبين من يتوقع أيضا تخفيض لوتيرة رفع الفائدة، برأيك كيف ستكون انعكاساتها على الدولار خلال الفترة المقبلة؟ نعم، بالحديث عن الحركة السعرية للدولار الأمريكي، فبكل تأكيد الدولار الأمريكي كان أكبر الرابحين في عام 2022، بالرغم طبعا من الانخفاضات التي حصلت في نهاية العام. نتكلم فنيا هنا، الانخفاضات التي حصلت لم تتجاوز 50% من آخر قاع تم تسجيله في عام 2021، فبالتالي الانخفاضات التي قد حصلت لا تعتبر كبيرة فنيا بشكل مبالغ فيه للدولار الأمريكي. أما بالحديث عن عام 2023 والحركة السعرية للدولار الأمريكي، فلا يزال على ما أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي في حالة صحية جيدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، خاصة بأنه بمعزل عن أسواق الطاقة، بمعزل عن أزمة الطاقة التي قد حصلت للاقتصادات الكبرى. فهنا قد يكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، حالة صحية على ما أعتقد أنها قد تكون ممتازة من ناحية أخرى. الاقتصادات الأخرى، وهنا أقصد الاستطلاعات للأعمال، تؤكد أو تعطي تنبيه بشكل كامل الضوء الأحمر بأن الاقتصادات الكبرى أوروبا بريطانيا تتجه نحو تسجيل ركود بشكل أكيد. الصين تعاني من أزمة العقارات، المديونية من أزمة العقارات، كندا، أستراليا، هناك انكشاف بشكل كامل على أسواق الإسكان. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كحالة على ما أعتقد لا تزال جيدة. هنا أريد أتحدث فقط عن التاريخ، الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولار الأمريكي لا يسجل انخفاضات مضطردة بشكل مستمر إلا عند الازدهار للاقتصادات الكبرى. فبالتالي تفسيرنا لهذا الكلام بأن الاستثمارات قد تتجه وتخرج من الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصادات الأخرى لتحصيل عائد أكبر، وهنا قد يبدأ الدولار الأمريكي بالتراجع. فعلى ما أعتقد أن النصف الأول لن يكون ذو تراجع كبير للدولار الأمريكي. يعني فقط نلتزم بهذه، ليست توصيات ولكنها نظرتك التحليلية. سؤال أخير سيد أحمد، بانتظار بيانات الوظائف بعد ما انتهينا من المحضر، ما الذي تتوقع لها؟
نعم، تقرير الوظائف الأمريكية كما هو معلوم أنه يوم الجمعة مقسم إلى ثلاث أقسام. جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي قد أشار بأن بيانات الوظائف مهمة جدا لتحديد تجديد السياسة النقدية. متوسط الأجور بالساعة متوقع أن يسجل تباطؤ لـ 0.4%، قد يعطي بعض الارتياح للفيدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية، وأقصد هنا طبعا على مستويات سنوية متوقع أيضا أن يتباطأ لنحو 5%. أما بالنسبة لأرقام البطالة فمتوقع أن تسجل ثبات إلى 3.7%، هي أقل أرقام للبطالة من 5 عقود. بالتالي شبح الركود قد يكون مبتعد، لأن بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل ركود بدون بطالة مرتفعة. ف 3.7% تعتبر أرقام جيدة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. أما بالنسبة لتقرير الوظائف الغير زراعية، متوقع أن يقدم أو يضيف الاقتصاد الأمريكي 200,000 وظيفة، وهو رقم يعتبر إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الجدير بالذكر هنا بأن شهر ديسمبر كان قد حصل إغلاقات في الاقتصاد الأمريكي نظرا للعواصف الثلجية التي حصلت. نعم. فمهم جدا أن نتابع أرقام الوظائف يوم الجمعة. ونشكرك ضيفنا من عمان سيد أحمد عزام على هذا التحليل، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.